انطلاق شوط ينتهي وشوط يحمل حماس آخر وتحديات أخرى في تنافسي هذه الفترة الصباحية مع سن اللقايا وشعارات أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل مع هذه المؤسسات العملاقة مع الأخوة المضمرين على شرف الفوز والناموس. ينطلق بحفظ الله ورعايته سابع أشواطي صباحي هذا اليوم ليحمل الجعدان اللقاية في هذا الانطلاق والخمسة كيلومترات. مباشرة نذهب إلى المركز الأول، شاهين على رأس حربة الشوط من هجن الرياسة بقيادة بوسعيد المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. يأتي المركز الثاني، المركز الثاني يتقدم في المركز الثاني هجن الشحانية تتقدم برقم 20 وتأتي بهذا الانطلاق. يأتي الغوج في هذا الانطلاق من هجن الشحانية يضمر الغوج، ينطلق بالمركز الأول سالم بفاران المري. المركز الثالث هملول من هجن الرياسة يضمر علي بن يمي اللوهيبي. شاهين يأتي في المركز الرابع من هجن الرياسة يتقدم حارب بن مغير العميمي في عملية التضمير. المركز الخامس هذا مدمر يأتي في المركز الخامس من هجن الشحانية جار الله بن عقيل المري يتولى عملية تضميره. المركز السادس سادس المراكز يتقدم في فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد يتولى عملية التضمير. شاهين في المركز السابع من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هجن الشحانية من الجانب الآخر محمد بن خالد العطية على ثامن المراكز. والمركز التاسع دخول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم، نعم هذا هو يتقدم في هذه اللحظات قطيفان يتقدم من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز التاسع تاسع المراكز شاهين من هجن العاصفة يتولى تضمير غياث الهلالي. والمركز العاشر نشوف الانطلاقات والتحديات الجميلة والرائعة في أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق. هناك ياتي 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 الزعيم ولا يتقدم في هذه اللحظات. عموما على كل حال في هذا الاندفاع الجميل عودي إلى المراكز الأولى، عودي إلى المراكز الأولى في هذه الكوكبة من الجعدان في هذه الشعارات في هذا الملتقى في ملتقى الختامية المرموم. هذه المؤسسات وهذه الانطلاقات الجميلة التي يرافقها الكثير من الجماهير المتابعين. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة. يتقدم شاهين على مقدمة الشوط من هجن الرياسة أبو سلطان حارب بن مغير العميمي يتقدم في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني شاهين أيضا من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون يتولى عملية التضمير. المركز الثالث يأتي لدعم بانطلاقاته ومنافساته يتقدم مشاهدي الأعزاء يتقدم في هذه اللحظة ملموح يا ملموح من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية على رابع المراكز. المركز الخامس هذا فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد يضمر مختار بن أحمد. المركز السادس هجن الرياسة مع أبو الزيتون. والمركز السابع مدمر من هجن الشحانية يضمر جار الله بن عقيل المري. كل الأسماء وصلت، كل الشعارات قادمة. هجن الرياسة أيضا تقدم شاهين في هذا الانطلاق وحارب بن مغير العميمي. وأيضا هناك ياتي مشاهدي العزاء يتقدم
الزعيم يتقدم الزعيم لاسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عبد عوض بن مبارك المهيري يتقدم في عملية التضمير في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا أبو سلطان. حارب بن مغير العميمي على المقدمة مع شعار هجن الرياسة ومع شاهين، شاهين يتقدم يقود مسار الشوط بجدارة بأداء جميل. شاهين في المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون يقدم شاهين كذلك على المركز الثالث. الزعيم على المركز الرابع لاسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وهذه الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الأمتار الأخيرة، غير شاهين، شاهين هجن الرياسة مع بن زيتون مع المجازف، مع المجازف مع من يشكل فنون في التضمير بهذه الانطلاقات. شاهين وشاهين، شاهين وشاهين من هجن الرياسة على المركز الأول والثاني مع محمد بن عتيج بن زيتون. شاهين في المركز الثالث أيضا من هجن الرياسة مع حارب بن مغير العميمي في الأمتار الأخيرة، التحديات الأخيرة، الأداء الجميل. عودي إلى المركز الأول، عودي إلى شاهين، إلى شاهين اللي انطلق بالمقدمة، اللي انطلق بالمركز الأول، قاد مسار الشوط، يحقق هذا الفوز، يحقق هذا الانتصار بالشعار الأحمر ومع المجازف بن زيتون. من يأتي بهذه الانطلاقة والاستعداد الباين للمساء عندك يا بن زيتون؟ المركز الأول والثاني والنقطة الثالثة، المركز الرابع شاهين من هجن الرياسة، الثالث من هجن الرياسة، المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة، المركز الخامس الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هكذا النتيجة مشاهدين العزال، الخمس المراكز الأولى في انطلاقاتي هذا الصباح الجميل والرائع، حمل هذه التحديات، حمل بشاير الناموس للمسافة الرموز، حمل الانطلاقات الجميلة مع المضمرين. التوقيت الزمني 7:23، 9 أجزاء من الثانية من حمل شاهين هذا الأداء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الأول والثاني كذلك. 7:25، 8 أجزاء من الثانية من هجن الرياسة ومع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري تهانينا، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز بنشوف الثالث، 7:27، جزء واحد من الثانية من حل شاهين في المركز الثالث، تهانينا لهجن الرياسة، شكرا حارب بن مغير العميمي، تهانينا للجميع.